والله موجود يا ولد، ما في الا روح. توظفت؟ توظفت ابشرك، امور طيبه، طلعت لي قرض وشريت لي سياره. حلوه، مبروك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. زوجت ولا باقي؟ لا باقي، باقي ما مهر. كم المهر؟ المهر 110. لا اله الا الله، جاك مني انا اخوك 30. بيض الله وجهك. والله ما تردها. الله يرحم والديك. لا انت ولا فزعت اخوي لاخوك. حلفتنا. لا يا ابو هادي، يعني انت قد ما قصرت قبل 3 4 سنوات في موقف معي برنامج البزنس. الله الله، انا كنت بزنس. لا الله يرحم والديك. ما احنا والله العظيم ان علومك طيبه، ولكن ان شاء الله بندبلها بندبلها. ايش تبغى؟ انا حلفتنا لا تخليني اطلق المره. والله كان براسي شيء زايد. توقعت انك تفهم وتمشي. اني اقول 110 تقول لي المهور صايره غاليه. بيجيك بيجيك. اقسم بالله. والله بجيك. فاقول لك 110. والله نجيك 30 ابو فهد. الله يرحمك. مع ان وانا اخوك والله العظيم. 110. 110 تخيل. يا ولد. الله يصلحهم. عندي سياره، شاري لي سياره. ما ادري اتزوج فيها، ما ادري اعطي مهر فيها. الله يصلح الشيبان اللي عقدوا وعقدوا بعض الشباب. اي والله. 110. لو انها تتكلم 4 لغات 110 ليه؟ لا الحين ما نقول انها استنقاص، تستاهل ال 110 وتستاهل ال 100 مليون، لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقلهن مهرا اكثرهن بركه. يا سلام. فانت اكيد انك تباوع بنتك ان الله يطرح فيها البركه لزوجها، وان الله يطرح فيها البركه لبيتها وعيالها، فعشان كذا يحاول تقلل المهر، لانك انت الشخص اللي بتعطيها ما راح، او بداية فلوس اللي تجي لك انت ما راح تسوي مثل ما تقول مالية قارم فيها. مجرد مبلغ رسمي اكيد انك جاك اللي اكثر منه، وكل جاك اللي دبله 10 مرات. اولا. ثانيا يا طويل العمر، المهر اللي بيجي اغلبيته بينصرف على شبكه العروس وعلى كذا وكذا، فمثل ما تقول كله بيضيع هباء منثورا. وفوق هذا يا طويل العمر بيجيك زوجها بعد فتره، بيكون قدام يسوي نفسه ان الامور طيبه الامور خلاص. ترى ما حد قال استنقاص. لا لا انت ولا ترى الاستنقاص. لا يوم تقول ال4 لغات هذه يعني من باب الدعابه. الدعابه لان شيء مبالغ فيه. هذا شيء بيني وبينك يعني. انت انسان عاقل فاهم، وانا انسان عاقل فاهم وعارف انك ما تقصد استنقاص، لكن اقول لك يمكن في ناس تأولها على هذا الشكل. لا اللي بيأولها احنا بس جالسين نوضح للناس اللي تأول. في مشكله فكره. ايوه الناس اللي تأول انه لا اله الا الله يا عيال، ان الانسان مثل البني ادم ترى اذا توفي ما تعقد الشباب. قول لا اله الا الله. اول حاجه انا اشوف ان المهور صح انهم يستاهلونها، وصح ان كل شيء غالي بالوقت ذا، ولكن انت تاثر على زوجك. هو زوجك المستقبل يعني. ايوه يعني انت تاثر في النهايه. حلالكم واحد. حلالكم واحد اللي عليه عليك. فحاولي انك تختصرين اكثر الاشياء، تستغنين عنها، وفي شيء بدائل عنها، فهمت؟ فانا اشوف انا لو اقول 150 عادي، ولكن وشو؟ مو عادي. صح انها ثقيله علي، تبي تصير عندي ازمه ماليه ما هي بزينه، ولكن حاول انك تقللها اخر اقل شيء. لان والله العظيم شفت الزوده الحين اللي توظف، هو والله اني اتكلم صحيح، هو يشتري سيارة، هو يشتري له بيت، ولا يبني بيت، هو يعطي مهر، هو يسوي عرس، هو يسوي عرس حريم وراي جيل، ففي تكاليف فاجد. صح إنه المفروض ما يقدم الواحد على الزواج اللي هو قادر، ولكن في ناس على قدها بعد تبي تتزوج ورأس مالها يعني بسيط، يعني اللي يعني يمكن 150 160. فأنا أشوف يا كم واحد دفع مليون عشان العرس والمهر غالي وكل شيء غالي، وما قعدوا شهر مع بعض. يا كم واحد دفع له 40,000 ولا 30,000 وعاشوا حياتهم زينة. هي صح مين مربوطة بفلوس، ولكن ترى هذا شيء، ترى كنا ماخذ القرض عليك أنت. بقول لك مثال يعني. يلا يا سيف أنا بزوجك مثال. قلت لي يا سيف انت يعني يا عثمان باك تزوجني، ما اعرف ايش. قلت لك انا ابشر فيك. طيب خلاص انت جبت وجبت جاهك اللي عندك، سواء ابوك الله يرحمه ويغفر له مثلا، ما عانيت شخصيا،
لكن اذا جاء عندك مثلا جاهك سواء ابو اخو عم خال، الجاه اللي عندك، جيت انت وقلت لك انا 200,000 او 150,000، خلاص انت تستحي اصلا، انت بتستحي من الناس اللي عندك، ولو انت ما تقدر الناس اللي عندك بتتحمل المبلغ صح، لانه خلاص الحين بالوجه، يعني بيقولون ما ابغى يتزوج انا المهر غالي، يعني فضيحه. فانت الحين انت حطيت الناس بموقف، شوف هي اقول لك بديك سالفه خليني اكملك. قال سيف، قال مره تم 200,000، يلا تم، او 200 حب نقول يلا تم ومستعد ومره وتستاهل فلانه وبشير بهن مره. جاك يا طويل العمر الرجال عنده 100,000، أردت مني وكمل الميت وكمل، ها ايوه انا بجيك. عادي ماشي ماشي، اسمح لي ابو عماد وابو صابر. تمام، وشو زين. فكنا نتكلم عن المهر، انت تعرف يعني، فكنت اضرب له مثال يعني، اذا واحد جاي يخطب اعطوه مثلا قالوا له 150 او 200,000، وهو جايب جاهه عنده، هو جاهه بيستحون انه يقولون لا المهر غالي ولا شيء، صح ولا لا؟ بيقولون يلا تم والبنت تستاهل، وهل هي يستاهلون صح؟ بيجي راح الرجال عنده 100,000، ال 100,000 الثانيه مو عنده، ارتب من هنا يتسلف، تسلم من هنا يتسلف، ويمكن حتى يتسلف بنك عشان يخلص الموضوع يعني، من دون ما يحرق نفسه ويحرق حد. مشكلة جاك يا رجال وتزوج وكان عنده مبلغ يسير صرفه في الايام او في الشهور القداميه، بعدين جاء يا طويل العمر والسنه الاولى صرف نفسه، السنه الثانيه جنه الاقساط، من هني اقساط، من هني مصاريف بيت، من هني يمكن اذا جاء تكلف الزواج، القاعه والذبائح والضيفان ترى اقول لك يعني، لا عاين لك يعني معاني لك النهايه، قصه الزواج عاين لك قصه بعد الزواج، الرجال تلقاه يقصد اقساط. طيب تكلف الزوج هذه تتوقع انه بيجيبها كذا كذا، انه بيتسلفها ترى اقول لك بيتسلفها وبيتكلف عليها، ولا انه مجمع، لكن متى بيحس فيها؟ بعد سنه، يوم خلاص زوجته معه والله يمكن يرزقها، والله يرزقها بشيء من الاولاد ولا شيء كذي مني منك. فموضوعنا انا ايش رايك انت بالله بغلاء المهور؟ انا اقول ابو فهد ان الرجال اللي عنده الشور في موضوع المهور يقيس الموضوع على ولده كانه ولده اللي رايح يخطب. يا سلام، اذا كل واحد استشعر الشيء ذا وقاس الشيء ذا على نفسه وعلى عياله، صدقني بتيسر الامور كلها، وصل الزواج بركه صح، لان يعني لا صار المهر معقول، لا صار الزواج معقول، ما صار فيه تكلف واجد، لا في الحفل ولا في المهر ولا في الامور ذي كلها، لا صار كل شيء معقول وكل شيء يسير، والله يا رب اني اطرح بركه فيه ونعم. يا سلام. لا وحتى هي مفروض تعرف نفسها يعني، البنت اللي يعني انخطبت، انها كل ما زودت المهر كل ما ضاقت زوجها ترى. تدري ان انا احس ان شوف في البنات فيهم طبع، يعني ما هو بطبع البنات، ما احس ان هم اللي عندهم موضوع المهر، احس انه عند صح الاباء. صادق، البنت بالعكس تبغى تستر نفسها، تبغى تزوج، تبغى. يا سلام عليك. لكن بعض الشيبان اللي الله يصلحهم ان شاء الله، يمكن في بالك حاجات ثانيه، انه لا مهر بنتي كيت وزي كذا. وهو لو رجعنا للاساس، لو تبي اللي تبيه اعطيناها، لكن في ضغوطات وفي اشياء وفي العرس وشياء، والبنت اول ما بتضرر الموضوع البنت بعدين صح. انا البنت هذه خلاص بعدين بيكون انا الريال اللي عندي يعتبر لها والريال اللي عندها يعتبر لي. يا سلام، حالنا واحد ومالنا واحد، فبنكون متشاركين في كل شيء. اسلم، هاي قصه مغايره يا طويل العمر، قصه صارت من زمان، ولكن الغلطان فيها الرجال وانسابه كرموه اللي هو تزوج من عندهم، جاي بقى يتزوج من عند عمه، قال له انت ولدي وهذه بنتي والمهر ريال. ريال وشيم ترجع انزين، حسب عليها المهر ريال. دقيقه ابو شايع، انا احب ابو شايع فرح يا اسف اني قطعت كلام.
فرح يا طويل العمر، فرح يا زايد خليك معي، معك معك، فرح يا طويل العمر وتزوج، وصار السنة الأولى، السنة الثانية صار يغث البنت، كل ما قالت شيء قال لها يا علبة البيبسي، لأن علبة البيبسي أول بريال، ها كل ما قالت يا علبة البيبسي، يا علبة الخصم، صار الحين ثلاث خصومات عليه، يا علبة الأزرق، يا علبة الأزرق، يوم يكون يسولفون ولا شيء. البنت طفشت خلاص من هذه السالفة، ها وراحت لأبوها بعد سنة أو سنتين، قالت لأبوي هذه السالفة كيت كيت كيت، قال لها بشرك إن الله على دبي وصلك حقك وافي. الرجال انتظر الزوج تترجع، انتظرها اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، أنا قالت لي بروح عند أهلي بس ما ردت، خلاف هي وراح صوبها. يوم راح هناك قال جاهم هناك قال لهم، قال لهم بارجع زوجتي، قال لهم مالك زوج عندك، احنا مزوجينك، مزوجينك بريال وبشي متر رجال، الرجال اديته وشي متر رجال ما سويتها. قال كيف يا عمي؟ قال هذه اللي هي، قال جاك العلم، جاك العلم. على طاري يلا بجيك، هلا ابو فهد. ايه قال المهم، قال لي اذا تبغاها قال جهز لي 100,000 وخلا بنت فاهم في يعطيهم السلامة عندنا يا ابني شهر. خلاف يوم، خلاف يوم رجعت قالت لي الحين علبة بيبسي ولا الحين اسوى اني اجلس البيت. اي بس انا في فخت عندنا يا ابني شهر عندهم نعرف هذا ترى بينهم بين ما يزوجون بريالين ما ادري زي كذا، لكنه ما يبترى على المبلغ عندهم يعني اكثر من انا ما واني فاهم في الموضوع جد، لكنها موجودة. ما تتطرق انا بروح اشتري شاي خذ راحتك بالله.